أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليهم ولا في من هو محبوب مرتين غير صلاة تبقى وتدبر بذباب الملك الحي القيوم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بالهدى والدين الحق الصلاة وصلى الله تعالى وسلم على آله وصحبه أجمعين أما بعد وبلده والناس اجمعين قال الله تبارك وتعالى في مقام اخر ومن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا بالله بالايات والحكيم انه تعالى ملك قدير جبار رؤوف رحيم اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات انه هو الغفور الرحيم اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات انه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى والدين الحق صلاه صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اجمعين اما بعد لا سيما على اوله التصديق مع اخر التحقيق المولى الامام ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى عادل اصحاب سيدنا مولانا الامام امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القران سيدنا مولانا الامام امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعل
الكفر علم الإنسان ما يتأذى إذا القرب يرهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله تعالى أعلى وأولى وجل وهو أكبر والله يعلم ما تصنعون عليهم ولا كل من هو محبوب مرضي لغيره صلاة تبقى وتضر بذمها بالملك الحي القيوم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بالهدى والدين الحق الصلاة وصلى الله تعالى وسلم على آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى وسيكم إياكم حبا حبيبي هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة والتسليم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم المؤمنين رؤوف رحيم فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم على النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وبلده والناس أجمعين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بإياكم الآيات والحكيم إنه تعالى ملك قدير جبار بر رؤوف رحيم أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد ان سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الهدى والدين الحق صلى الله وسلم على اله وصحبه اجمعين اما بعد علي معين عبد الله سيدنا على اوله التصديق وعن طريق التحقيق المولى امام ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى عاده اصحاب سيدنا مولانا امام امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القران سيدنا مولانا امام امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى اصحاب الله العالم سيدنا مولانا امام امير المؤمنين علي بن ابي طالب رحمه الله تعالى ورحمه الكريم وعلى اله الكريمين سيدين شهيدين قبلين منيرين طيبين طاهرين سيدنا محمد الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهما وعلى سائر فرق الانصار والمهاجره وعلينا معهم يا اهل التقوى واهل المغفره اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله تعالى اعلى واعلى وجل وهو اكبر والله يعلم ما تصنعون.